إن شاء الله راح نبدأ درس جديد نتعلم خلال شلون نرسم الخيل، وجه الخيل أو الفرس. طبعاً الفرس كان له دور كبير في كربلاء، يتمثل فيه القوة والبطولة والإيثار والوفاء، باعتبار فرس الإمام الحسين عليه السلام كان معه في كل خطوة، لما دخل النهر ما رضى يشرب الماء، هذا نوع من الإيثار. لما قام يدافع عن الإمام الحسين عليه السلام والإمام الحسين كان استشهد في الساحة، هذا نوع من البطولة. في الأخير لما شاف عمر بن سعد والجنود اللي معنا مو قادرين يمسكهم بالحصان، قال لهم خلوهم يشوفوا وش يسوي. فالفرس الإمام الحسين عليه السلام ذهب إلى الإمام الحسين ومرر ناصيته، يعني مقدم رأسه الشعار بدم الإمام الحسين، ثم انطلق إلى المخيم على أساس يخبرهم أن الإمام الحسين استشهد عليه السلام. لذلك اليوم إحنا إن شاء الله راح نتعلم شلون نرسم الخيل، شلون نرسم يعني وجه الحصان. نبدأ إن شاء الله بسم الله. قبل أن نبدأ إن شاء الله في معلومة مهمة لازم نتعلمها، أن أي شيء في الوجود بنرسمه يرجع إلى الأشكال الهندسية. أي شيء موجود سواء كان المنزل، سواء كان الطائرة، سواء كان القمر، الشمس، الإنسان، الحيوان، كل شيء في الوجود يرجع إلى الهندسية اللي هي سواء كان المثلث أو المربع أو الدائرة أو المستطيل. طبعاً كرسم أولي، يعني الرسم الأولي يأخذ المنحنى وبعدين يكون فيه تفاصيل ثانية. الحين نبدأ شلون نرسم الحصان. لما نجي نرسم الحصان أو الفرس، طبعاً نرسم الآن بس الوجه والرقبة. فنعمل هالشكل، أول شيء دائرة خفيفة، بعدين نجيبني نفس الشيء مستطيل صار هذه الطريقة. نشوف الشكل الأولي اللي خدعتنا شكل هندسي اللي هي الدائرة والمستطيل تقريبا، بعدين يدخل عليه التعديلات على أساس يتكون وجه الحصان بصورة أفضل. حتى الحصان نقدر حتى نخليها كأنها أول ما نرسمها نفس المثلث. شو شلون؟ بعدين تتغير. المهم ان احنا نحفظ الشكل الاولي للعنصر اللي راح نرسمه. نبدا نرسم الفقرة. Thank you.
بهذا الشكل نكون انتهينا من الرسمة. أتمنى أن يكون عجبتكم، أتمنى حبتي أنكم ترسموا مثلها وأحسن. أشوفكم في لقاء آخر.